الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في إقليم النظر، شرفتمونا بحضوركم الكريم. إخوتي الأعزاء، لا بد أن نركز على المسؤولية التي يتحملها كل واحد منا. لن أفاجئكم أبدا، لأني أريد أن أقول لكم بأن الصم والبكم لم يعشه المغرب أبدا، فهذه الإعاقة ظهرت اليوم فقط. لذا أقول لكم، نحن أبناء الآن، نحن أبناء اللحظة، ماذا سنفعل؟ المغرب والدولة سنشعرها اليوم بأن هؤلاء الأشخاص يحتاجون للرعاية. لا أريد دراسة الماضي، لأن اليوم بداية لصناعة التاريخ الذي سيحل مشكل الصم والبكم في المملكة المغربية. أخي رئيس الفيدرالية، إخوتي الأعزاء، اجتمعنا اليوم لأننا نعرف الطريقة الوحيدة التي تجمع الصدايا التي انشطرت عن طريق غياب التفاهم والاتحاد والتواصل وحب الخير لبعضنا البعض. الطريقة هي كل شيء موجود والأبواب مفتوحة. ادخل الآن لأن الحاجة طارئة للغاية. يجب أن تعلم كيف تخطو خطوات لإيجاد الحل فورا. الخطوة الأولى، سنصنع كفاءة لتدق باب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كي يكون هناك إمام مسجد يشرح الخطبة بلغة الإشارة. الخطوة الثانية، سنصنع كفاءة لتدق باب التعليم الإشارة في الأقسام الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما ستدرس الشعب العلمية والأدبية واللغات الأجنبية. الخطوة الثالثة، يجب أن ندق باب وزارة الداخلية كي يكون لدينا في الإدارات الوطنية أشخاص لهم لغة الإشارة ليصل الخطاب إلى صاحب الإعاقة صم بكم. الخطوة الرابعة، يجب أن ندق باب وزارة السياحة كي يكون هناك مستقبلين في الفنادق لهم لغة الإشارة وكذلك يجيد للسياح الصم البكم. الخطوة الخامسة، يجب أن يكون لدينا فريق خاص في المؤسسات السمعية البصرية لتشجيع المسرح لهذه الشريحة وكذلك فريق خاص بالتلفاز. الخطوة السادسة، يجب أن ندق الوزارة الصحة كي ينتشر السم في جميع العيادات والمصحات والمستشفيات ليشرح حالة المريض وهو السم البكم. الخطوة السابعة، يجب أن ندق باب وزارة العدل كي نخصص فريق يترجم مشاكل القضاء وكذلك عند المحاماة كذلك لإخبار ما حال الصم البكم. وأخبركم، إذا نجحنا في هذه الخطة سيشتغل 50% من الصم والبكم وسيعملون وسيلجون إلى سوق الشغل لحماية 50% المتبقيين. رشيد وتدي، نائب كاتب العام لجمعية الصم البكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان الصوم الحاضرين، ترحب بكم وتنشكر كثير الحضور ديال الإخوان المختلف، تنشكر المجهود ديالكم من أجل هذا اللقاء هذا، تنشكركم مرة أخرى، تنشكر الحماس ديالكم من أجل الحضور في هذا اللقاء هذا، تنشكر الإخوان في الفيدرالية والإخوان في الجمعية النور الجمعية المنظمة، تنشكركم وتنهيكم. نشكر من جد الجمعيات اللي تجشمت عناء البعد وعناء السفر اللي جات من مناطق بعيدة جدا، تنشكرها وتنحييها المجهودات. تنشكر حتى جمعيات الصوم اللي ما تمكناش من الحضور، الجمعيات اللي حاضرة وحييها بحرارة. تنشكر الرؤساء اللي حاضرين الآن وهذه الوجوه. أنا غادي التدخل ديالي يكون مختصر ومقتضى، أتناول فيه نقطتين حول سنة 1994 إلى الآن. تنشوف مجموعة من الوجوه، هذا الشيء يشعرني بإحساس قوي. الآن الحمد لله من 1994 إلى الآن اللي تنشوفوا أن الأشخاص صوموا أخيرا، تمكنوا أنه يكون عندهم اتحاد، يكون عندهم كيان اللي تجمع القوى ديالهم المختلفة. كيف ما تتعرفوا أن الأشخاص الصوم عانوا كثير من مشكلة التواصل، لأن كان كانش هناك ترجمة وكانت أكثر. لا تتعرفوا أن الإعاقة الإنسانية هي إعاقة تواصلية، هذه الإعاقة يكرسها الغياب للمترجمين. المفروض أن هذه الترجمة يجب النهوض بها، يجب توفير المترجمين. دائما ما ماشي ممكن أن نجيب مترجمين من دول أجنبية، المفروض أنهم ما يكونوا مترجمين ديال المغرب، يتعرفوا الثقافة ديال المغرب، يتعرفوا لغة الإشارة ديال المغرب. هذا هو المفروض. الترجمة مسألة أساسية. المفروض كذلك تكتيف اللقاءات ما بين الجمعيات ديال الصوم، وتكتيف اللقاءات مع الاخوان المسؤولين. حنا تنشوفوا بان مجموعه ديال اللقاءات تنظم، يفترض انها تناقش حقوق الاشخاص الصوم، ولكن تكون لقاءات غير ولوجه، بمعنى انها لا يمكن للاشخاص الصوم باش يولجوا لها، لانها تستعمل لغه تختلف عن لغه الاشخاص الصوم. وهذا يكرس الحدود، يكرس العوائق وجه الاشخاص الصوم. المفروض ان نعمل اللغه المنطوقه لغه غير ولوجه. المفروض ان مثلا في المغرب الخطوات اللي كاينه اللي قليله جدا في مجال الترجمه في مجال الاعلام هي خطوات ناقصه، المفروض انها تكون تدعمها خطوات اخرى. هذه فرصة أننا نحييو السيد الكتابي المترجم اللي مروان المترجمين اللي كان في المغرب، اللي هو الابن ديال الشخص الأصغر. تنحييو كذلك كاين هناك واحد العدد قليل جدا ديال الإخوان اللي تيشتغلوا في مجال الترجمة. إذا كان هنا معنا بعض الإخوان اللي كانوا يديروا جهودات كثيرة في الأفق أنهم يديروا اتحاد الأشخاص الصوت. هذا هو اللي من المفروض ان الشخص الاصغر هو اللي تعرف بشكل ديال الاشخاص الصغار اللي عنده فكره على الحقوق ديالهم. اذا هذا كنا كاملين نشتركوا في هذا، كان المفروض نلتجوا على هذا الوضع هذا. الان الحمد لله احنا فيدراليه نكتب ديالها المكون من الاشخاص الصغار، الرئيس كذلك شخص اصغر، احنا مستعدين اننا ندعموا هذا الاتحاد. ما تنقولوش بان الاشخاص السامعين ما يمكنش يكونوا معنا، ولكن يكون عندهم الدور ديالهم، ولكن المفروض ان الدور الاساسي والكبير هو للاشخاص الصغار، لان القضيه قضيتهم
بشكل أساسي. إذا المفروض أن أي اتحاد يكون الرئيس ديالو شخص قصاب لأنه يناضل وما يرافع من حقوق ديال الأشخاص. إذا ما يعقل، أنا ما تنقولوش بأننا ضد الأشخاص السامعين، الأشخاص السامعين عندهم دورهم في الاتحادات والجمعيات أو الترجمة أو التعيين إلى غير ذلك، ولكن خص يكون ما لا يعقل أنه يكون اتحاد اللي يفترض أنه يمثل أشخاص الصوم يكونوا في الرئاسة ديالو في مواقع الحساسة ديالو أشخاص سامعين، لأنهم ما عندهم حتى فكرة على معاناة أشخاص الصوم، على مشاكل اللي تعيشوها يوميا. المفروض أن ما نحن ماشي هدف تبعي أننا نخلقوا مشاكل وكبار داخل الاتحادات، ولكن هذه هي الرؤية ديالي. تنتمنى أول الملك أسنان حنان بن عطاتي فلتتفضل مشكورة. تشكر الإخوان الحضور اللي حضروا من مختلف المدن المغربية. من قبل وأنا كطفلة صماء كان عندي مشكل ولوج الحقي اللي هو أساسي، ما كانش ممكن أنني نوجد البلاصة، ما كانش ممكن أنني نتعلم واحد كويلتي فيني. غالبا الأم ديالي المرة الأولى دخلت المدرسة ديال التعليم العادي لقيت مشكل، لأن كاين مشكل ديال التواصل مع المعلم، وهذا أثر عليا نفسيا وخلاني أنني نبقى في الدار رهينة البيت مع ما يترتب على ذلك من مشاكل نفسية. الحمد لله بعد الافتتاح ديال الجمعية ديال النور تحت لي فرصة أنني التحق بالجمعية، تحت لي فرصة أنني تعلم مجموعة ديال الأشياء اللي كنت تجهلها، تحت لي فرصة أنني ندير تكوين مفيد. هذا شكرا، تنشكر الإخوان المسؤولين في جمعية النور والإخوان. I'm on it.